إذا كانت الأماني أحلام ورود تاخذنا وين ما نبي ورا الحدود، لا مستحيل لا عوائق ولا سدود، كذي الحياة ترسم للنجاح دروب، بعزايمنا بسواعدنا نحقق كل الوعود، لأن أحلامنا ما تحدها حدود ولجلها نشق أصعب الدروب. بسلاح الأمل نهزم كل مستحيل، وبالإيمان ولجل الوطن نحقق هدفنا النبيل. في هذا المكان بنقص قصة كفاح، أفكار وتجارب، آلام والمصاعب اللي رسمت دروب النجاح. الموهبة والإبداع هبة من الله سبحانه للإنسان، مثلها مثل نعمة العقل. كل واحد فينا عنده قدرات أو مواهب معينة تخصه هو، محفورة فيه، بس يمكن ما يدري عنها أو يتجاهلها. والشيء الغريب أن الكثير يحسون أن عندهم قدرات موجودة بداخلهم، والأغرب من كذي أن القليل منهم من يفكر في الاستفادة منها أو توظيفها في حياته العملية، والمحظوظ اللي حصل له من ياخذ بيده ويدل على أول الطريق. في ناس يكتشفونها فجأة بدون مقدمات تحت ظروف معينة، وفي ناس تعترض طريقهم في الوقت المناسب وتكون البداية، وكثير منهم يفوتهم القطار وما يلتفتون حق نفسهم إلا بعد فوات الأوان. ناديا زيد ميك اب ارتست قدرت ان هي تتميز في فترة بسيطة وتكون مختلفة عن الباقي. طبعا ناديا زيد اول بحرينية قدرت ان تسوي لها ماركة خاصة باسمها، عبارة عن فرش احترافية ومسجلة بارقام عالمية. اهلا وسهلا فيك ناديا. يا هلا فيك. ناديا كلميني عن بدايتك في عالم الميك اب، شلون قدرتي تصيرين بفترة بسيطة ميك اب ارتست مميزة؟ بدايتي يمكن تختلف عن باقي الميك اب ارتست، بحيث ان انا كنت يعني ما اعرف حتى احط لي حتى كحل، اجهل ان احط لي حتى اللمسات البسيطه اللي تحتاجها حتى البنت العاديه. فصارت لي في مناسبه ان في احد الاقارب كنت رايح حق المكياج، وطبعا دائما كنت اطلب منهم ان ابي مكياج يكون رخيص. للاسف في نظره عند بعض الصالونات كانت كل ما تطلبين قليل كل ما حطوا لك اقل، كل ما تطلبين مكياج يكون ثقيل يكون مبلغ اكبر. فانا دائما كنت الجا احب يعني اطلب منهم ان يسوون لي مكياج رخيص على اساس ان يرسمون بس ملامحي وشيء بسيط بس ان يطلعني. ما اعرف اقول للاسف ولا اقول الحمد لله، بس ان حطت لي مكياج اوفر. هي حبتني البنت وصارت ان هي قالت لي انا راح احط لك شيء اكثر اغلى، بس لما يسالون شو تقولين ان انت دفعت لي مبلغ بسيط. فقلت لها بس اهم شيء لا تحطين لي وايد. للاسف انصدمت لما قمت وشفت على يعني في عيني الوان وشفت اشياء، استغربت. قلت لها انا ما كنت ابي كذي. قالت لي لا هاي حلو هاي مطلوب، وانا كنت مو مقتنعه. فمن بعد هاي اليوم خلاص، يعني اليوم الثاني قررت، قلت خلاص انا راح اتعلم مكياج، وقررت ان انا ما حد يخلي لي مكياج، وانا اتعلم الاشياء اللي بس احس اني ابي اخليها ترسم بس ملامحي. حلو، يعني كنت ما تعرفين تحطين الكحل وصادت هالموقف، وبعدين ما شاء الله وصلتي ليه يعني صرتي ميك اب ارتست مميزة. يعني هذه في مقولة طبعا للدكتور الراحل غازي القصيبي الله يرحمه في كتاب حياة في الإدارة، قال انه يعني في بعض المواقف او بعض التجارب خلته انه هو يتعلم عن الطبيعة البشرية اشياء غريبة. وفي قصة ثانية نادية طبعا في هذا السياق كانت لي بين دكتور ومريض. الدكتور اسمه ابراهيم ناجي، هذا الدكتور يالا مريض، المريض كان يعاني من سوء تغذية، فقام الدكتور عطاه 5 جنيهات وقال له روح اشتري لك فيهم اكل. خذ المريض الجنيهات ومشى، بعد فترة تلاقى معاه في الطريق وسأله عن صحته، فقال له ان انا بخير، خذيت طبعا الجنيهات بفضلك، انا بخير بفضلك خذيت الجنيهات
ورحت قدمت لي طبيب حقيقي يتقاضى الأجر. فشوف شلون الناس يعني قاعدين، صار موضوع إن المقابل شيء مهم، عكس يعني القلة من الناس يسوون بعض الخدمات من غير مقابل أو بسعر منخفض. صح، نفس اللي صادني أنا. طيب نادي، أنت طبعاً البداية ما كنتي ميك اب أرتست، أعتقد كنتي تشتغلين شغلة ثانية، فكلميني عن شغلتك الأولية شلون كانت؟ طبعاً أنا كنت أشتغل تقريباً 7 سنوات، كنت أشتغل موظفة في بنك، فشغلتي نهائياً تختلف عن الشغلة اللي الحين أنا قاعدة أسويها. فهاي يمكن كانت نقلة إن أنا أشتغل شيء فعلاً أنا أحبه. يعني يمكن قبل كنت أفكر إن أنا أعشق شغل البنك ووظيفتي كسكرتيرة، بس لما دشيت في عالم المكياج اكتشفت يعني ان انا كانت عندي موهبة من يوم انا كنت في المدرسة، في المرحلة الثانوية بالذات كنت ارسم على الاظافر، فيعني حتى في الاحتفالات كانوا يخلوني المدرسات ان ارسم، بس ما كنت فاهمة بالضبط شنو عندي، يعني ما كنت منمية هالموضوع. بس هني هالفترة انا حبيت ان انا انمي موهبتي ودشيت انتقلت من عالم البنك للمكياج. حلو. طبعا الساعات الشخص يكون عنده موهبه او يكون عنده حلم او طموح يمكن ما يلتفت لها ولا يعرفه هو شنو بالضبط، بس رب العالمين يمكن يرتب الامور في حياته، يمكن يصيده مواقف معينه تخليه بناء على هذه المواقف يكتشف الهوايه اللي عنده ويكتشف مثلا الحلم اللي عنده. ذكرتيني بشيء، انا اتذكر لان احنا في نهايه كل سنه يقعد معنا المدير في البنك ويقعد يقول لنا شنو طموحاتكم وشنو اهدافكم. اتذكر في يوم من الايام قعدت مع مديري وقال لي شنو طموحك ناديه، فكتبي لي شنو الاشياء اللي تتمنين تسوينها او تبين تركزين عليها. فمن ضمن الاشياء كنت حاطه في بالي، لان انا كنت دارسه دبلوم سكرتاريه، فكنت ابي ان انا اخذ الماستر. فقعد معاي قال لي نادي هل انت تبين فعلا تاخذين الماستر لانك حابه هالشيء ولا بس كشهاده؟ قلت له لا بصراحه كشهاده. قال لي لا نادي دوري شيء انت فعلا تحبينه. صح، يعني يمكن حزتها ما فكرت في الموضوع صح، بس لما طلعت من عنده ورجعت البيت قعدت افكر انه صدق انا ابي اكون سكرتيره طول حياتي، او ان ابي انمي نفسي ان اخذ مرتبه اكبر وانا اشتغل في البنك. قلت له انا شايفه نفسي في المكياج. فهني ابتديت ان انا يعني احط كل املي وكل اهدافي على الميك اب. حلو ناديه لما الشخص يعني يسوي له شيء كهوايه او شيء يحبه، وبعد فتره يمكن هذه الهوايه تكون مصدر للمال. يعني حلو ان الواحد يشتغل في شيء اصل هي في الاصل هوايته. فاحلى شيء الواحد لما يشتغل طبعا يكون مصدر رزقه شيء يحبه، هنا الواحد يقدر يبدع ويقدر يوصل للشيء اللي هو يتمناه وبيعطي فيه. ليش؟ لان انتي الشيء حبته. يعني حتى لو كنتي تعبانه تقدرين تعطين، حتى لو انا كنت يعني مريضه ما اهتم في المرض، ما يعني لما اشوف الكاستمر طالعه من عندي وراضيه واسوي شغلي هني كل التعب انسى. طيب ناديه، انت قلتي انك كنت تشتغلين في بنك، واكيد البنك كان ماخذ يعني كل وقتك، وفي نفس الوقت بديتي شوي شوي تكتشفين ان عندك موهبه حبتها، فشلون اثر شغلك على حياتك الاجتماعيه؟ طبعا كنت انا اشتغل بحكم شغلي في البنوك، كنت اشتغل في بنك اوف شور، كان دوامي طبعا طويل، كنت اشتغل من الساعه 8 للساعه 5. طبعا لما نطلع على ما اوصل البيت ابتدي شغلي في المكياج من الساعه 6، فكان عندي يوم طويل، بس لان الشغله انا حابتها وابي اطورها فكنت انسى التعب. طبعا كنت اشتغل من الساعه 6 لوقت متاخر دائما، فشويه بحكم ان انا متزوجه وعندي ولد شوي يمكن يعني كنت ضاغطه على نفسي في الشغل على اساس ان اسوي لنفسي شيء، بس الحمد لله يعني اهلي كانوا مقدرين هاي الشيء وكانوا واقفين معاي انهم يحاولون ان يساعدوني قد ما يقدرون ان انا اقدر اوصل للشيء اللي انا ابيه. صح ناديه، كل شخص اذا حب شغله وتميز فيها في شيء بسيط يمكن هو يبدع فيها او يمتاز فيها عن غيره. انت تميزتي في المكياج اللي تقدمينه عن باقي الميك اب ارتست، كلميني اكثر عن هذه الميزه اللي انت فيها. يمكن اكثر شيء اللي يعرفوني فيه ناديه زيد، ستايلها ستايل ناعم، فلما احط ميك اب احب ان اطلع ملامح المراه، يعني كل يعني انا بالنسبه لي كل مراه جميله، مو شرط ان انا احط لها مكياج والوان يعني كثيره تكون او غامجه على اساس ان انا اطلعها متغيره، لا بالعكس، الوجه فيه ملامح جمال، لازم نظهر ملامح الجمال ونخفي العيوب اللي موجوده في وجه المراه.
فبالنسبة لي الستايل ان انا اظهر الوحدة ناعمة بسيطة بس بلمسات راقية، بعكس ان انا يعني اسوي لها الوان واسوي لها اشياء وايد. احب ان الشلو يكون ممزوج شيء ناعم، واحب اطلع طبعا العين اكثر شيء احب اطلعها، انا معروفة بالرموش وبالمسكرة يعني، وهي اكثر شيء يمكن احب ان انا اتميز فيه في العين. يعني نادية انت بديتك انت ما تعرفين تخطين الكحل، اليوم وصلت ان انت قاعدة تدربين البنات وفي بنات قاعدين تخرجون على يدك وهم بروفيشنال، فأبي أعرف يعني نوع مثلا الكورسات اللي تقدمينها حق البنات، شنو قاعدة تقدمين لهم؟ طبعا الحين عندي نوعين، عندي الأساسيات اللي هو أعلم البنات شلون تحط لنفسها مكياج ناعم يومي حق الاستعمال مثلا حق الشغل حق حفلات بسيطة، مو بالكل يحب انه هو يروح عند ميك اب ارتست، او لما تكونين معزومة انتي في مناسبة مو بوايد يعني قريبة منك تحبين انه تكون عندك على الاقل بعض المهارات انك تمكيجين نفسك اشياء بسيطة، فركزت شوية على مكياج على الكورس الاساسيات. وغير عن الاساسيات عندي الدورة الاحترافية، الاحترافية طبعا تكون ساعاتها اكثر، اركز على كل طالبه في الدوره ان شلون يعني شنو النقاط الضعف اللي موجوده عندها، فنمشي خطوه بخطوه من الاساسيات لحد مكياج العروس الى مكياج التصوير. فهني يكون التركيز ان الواحده تطلع من عندي تكون محترفه، تكون عندها نقاط القوه شلون والمهارات اللي هي تقدر تمكيج فيها وتمارس حتى المهنه ان هي تكون كمصدر رزق. هل ممكن الهواية تكون في يوم من الأيام مصدر رزق؟ ممكن. طيب كم تأخذ من الإنسان لما توصله حق واقع عملي في حياته يسترزق منه ويأكل منه ويعيش مثل ما يقولون؟ صدقوني ما تأخذ أكثر من 3 خطوات. أول شيء توكل على الله، وبعدين تكون عند الجرأة والثقة، والثالثة التخطيط السليم اللي منها الانطلاقة. من كذي كلنا نحتاج ان نتعرف على قدراتنا ونتلمس ميولنا ونلتفت بشكل مباشر لهواياتنا اللي نبدع فيها، على ضوءها نرسم دربنا بعد الاستعانة رب العالمين. طبعا نادية ما شاء الله الصور اللي شفناها بالميك اب وايد حلوين، الميك اب ناعم وقاعد يبرز جمال البنية طبعا، وفي مثل ما نقول لمحة راقية من المكياج. انت وصلتي اليوم لمستوى من النجاح، ما وصلتي يعني بسهولة، اكيد مريتي باشياء صعبة وتعبتي، فخبريني عن هذه المراحل اللي انت مريتي فيها. اكيد هي البداية كانت صعبة بالنسبة لي، فكنت احاول ان اخذ كورسات ان انمي نفسي او انمي قدراتي ومهاراتي. ففي البدايه الشيء اللي كنت اواجهه اكثر شيء ان على كثر الدورات اللي كنت اخذها كنت احس انه مو بالكل يعطيني يعني اسراره، فكنت من كل واحده احس ان هي تعطيني شيء فارد اشوف انه لا خل اروح ادور الشيء اللي ناقص احسه عندي. فهاي اللي في البدايه شوي كان متعبني، من كذي خذيت من دوره لدوره وحسيت روحي انه يعني من بعدها يعني اكثر شيء حسيت انه هو صعب لما حاولت ان انا افتح لي صالون. هاي الشيء يعني تعبني بحيث انه اخذ لي تقريبا 7 شهور ان انا اطلع لي رخصه، وكنت احاول ان انا اطلعها عندي في نفس المنطقه السكنيه اللي انا ساكنه فيها. نادية انت قلتي لما كنت تروحين تاخذين كورسات حق نفسك عشان يعني تبتدين شوي شوي وتكونين يعني ميك اب ارتست، كنت تروحين عند الميك اب ارتست تاخذين دورات عندهم، ما كانوا يعطونك اسرارهم او سر المهنه، يمكن لانه يعني سر المهنه، فتعرفين يعني كل شخص او كل ميك اب ارتست عنده سر مهنتها هذه اللي يميزها. انت بالنسبه لك الحين من بعد ما يعني لله الحمد الله وفقك طبعا وصار لك اسمك والكل يعني عرفك،
عندك أسرار مهنة، هل أنت من الناس اللي تحافظين على أسرار مهنتك ما تعلمينها البنات اللي يون يأخذون دورات عندك ولا لا؟ لا، أنا بالنسبة لي أول شيء أنا أؤمن إن هذه أي مهنة، مثلاً مهنة المكياج أو أي مهنة ثانية، هذه أرزاق. هاي أول شيء أنا حاطتها في بالي، فمن كذي أنا أحب أعلم أي شيء أنا تعلمته، وأحب حتى في كورسي أعطي البنات كل الأشياء اللي أنا خذيتها. من كذي يمكن شوية الكورس تحسينه شامل في كل الخبرات اللي أنا خذيتها، كل الأشياء اللي أنا تعلمتها، فكلش يعني حتى البنات ساعات تشوفينهم يستغربون إنه يمكن في البداية أول ما يسجلون يحسون إنه لا، يمكن المبلغ وايد يكون على الكورس إنه هو احترافي ويمكن ما نتعلم، بس يوم بيوم تلاقيني خطوة بخطوة معاهم هم بروحهم يستغربون، يعني نادية ما توقعنا بتعلمينا هالكثر، حتى إن أغراضي أطلعها لهم إن أرويهم خذ راحتكم بنات صوروا أي سؤال عندكم، وحتى إن تلاقيني مو بس في الكورس ان معاهم علاقتي، حتى من بعد الكورس تلاقيني ان اقول لهم خلاص على طول اول ما تصورون مكياجكم يعني طرشوا لي اياه، اذا كنت انا مشغوله اي وقت انا افضل بطالع، فتلاقيني اشوف اغلاطهم واقول لهم مثلا هني غلط هني عدلي، واحب اكون معاهم خطوه بخطوه. يعني انت كنك ناديه قاعده تعطين، وهذه العطاء يعني حلو لما يكون العطاء بدون حدود، يعني الواحد يعطي بنية صافية وبقلب نظيف، يعطي بدون مقابل وبدون يعني أي مردود، وهذه بالضبط اللي نادية سوته. في شيء يعني وايد يضايقني يمكن الكل ما يعرفه، إن من كثر اهتمامي في الشغل يعني أكثر شيء يعني واجهته من الصعوبات إن أنا يمكن خسرت حملي مرتين والسبب الشغل، وللأسف لأنهم معتمدين علي أنا بس حالياً، فصاير إن الناس لما أي أكلمهم إن أنا تعبانة عندي ظروف صحية وأحاول أشرح لهم إن بسبب حملي مثلاً أو شيء، إن ما حد يقدر للأسف. في ناس تفكر يعني مثلاً إن أنت يعاملونك ما كأنك إنسانة، فهاي شيء كان يعني يجرحني شوي أكيد. وبالذات إن في يعني كذا مرة سمعتها من الكستمرز إنه ما حصلت مثلاً تمرض إلا في عرسي، ما حصلت تصير مريضة إلا في عرس أخوي، فهاي الشيء يمكن اللي كان يتعبني نفسياً أكثر شيء وخليني يعني إنه أتضايق. فأثر عليك وخسرت يمكن حملك مرتين. أحسن تقدير ممكن يحصله أي إنسان هو تقديره لنفسه، لأن تقدير الذات تزيد من ثقة الإنسان في نفسه وتخليه يخطو خطوات جريئة وبثبات، وتعطي نوع من الاطمئنان الذاتي اللي تخليه يعطي ويبذل مو بس حق نفسه، حتى يعطي ويساند اللي حوله، ويكون شخص نافع ويتمنى الخير لغيره مثل ما يتمناه لنفسه. قمة العطاء انك توصل حق المحتاج قبل ما يوصل لك، تفرح لشفت غيرك وصل بسببك وبمساعدتك له، والأرزاق بيد مالك الأرزاق وكل ياخذ نصيبه. نادية طبعاً طول هالفترة أو الطريق اللي كنتي تمشينه، فترة حياتك مرت عليك مواقف، وكم مواقف مرة، وكم مواقف حلوة، وكم مواقف يعني ما تقدرين تنسينها ظلت في بالك، كلميني أكثر عن هذه المواقف. طبعاً يمكن من المواقف الحلوة أحلى الشيء اللي أنا يعني حصلته من عقب مسيرتي في المكياج حب الناس، يعني لما اطلع برا تلاقين كذا واحده انها طالعني ناديه شلونك، ناديه احب مكياجك، فالحمد لله يعني في احس ان حب من الناس حق شغلي، فهي احد اكثر شيء يعني مونسني. بس من المواقف يعني اللي واجهتها اللي ضايقتني بعد وايد، مثلا تشابه الاسماء في الميك اب ارتست، ففي كذا واحده كذا خبيره تجميل مثلا اسمها نفس اسمي، فالناس كانت تشبك المواقف بيني وبينها، يعني ساعات مثلاً إن هي تكون تبي تحجز عندي تروح تحجز في الصالون الثاني، وساعات يصيدها مثلاً موقف مثلاً ما يعجبها، مثلاً مرة في الإنستغرام صادقين كتبت لي إن أنت يعني أنت مرة يعني حطيتي لي مكياج بمبلغ مثلاً هالكثر، هاي المبلغ أوردي ما عندي إياه في قائمة أسعاري، فطلعنا مو أنت واحدة ثانية مو بأنا. بس الشيء اللي ونسني بعد من هالموقف إن الناس قامت تدافع عني، حلو. الناس قامت تكتب، هاي مو من أخلاق نادية، قامت هي تدافع عني، يعني أنا ما كنت محتاجة حتى أن أنا أتكلم أو أن أشرح لها أو أن أفهمها، فالناس قامت تكتب وتكتب، يعني هاي أكثر شيء اللي يعني يمكن شفع لي. صحيح. الشخص طبعاً يعني هذه تعقيباً على كلامك، الشخص لما يعطي ولما يتصرف
حسن النية ويقدم الخير للناس دائما يكون في مردود خير. مردود الخير قد يكون محبة الناس، محبة الناس هذه حلوة يمكن أن يلمسها في بعض المواقف اللي تصير، مثل الموقف اللي صادت نادية، شافت الناس أنهم قاعد يدافعون عنها والناس عرفوها. فالمثل يقول امش سيدة يحتار عدوك فيك. أكيد أهم شيء يعني أنا قاعد أسوي شغلي بضمير، وأحس أنه يعني فعلاً مقولة إنما الأعمال بالنيات، لأني ماشية بنيتي الحمد لله رب العالمين، أحسه قاعد يوفقني وأحس إن الطريق هنا ينفتح لي وما أهتم بأي شيء يعني ثاني. طبعاً إحنا موجودين اليوم في استوديو المصور أحمد زاير، نادية عندها موعد مع إحدى العارضات عشان تفكيجها، فإحنا جايين عشان نشوف عملها بشكل أقرب. طبعاً نادية اليوم راح تخط لمساتها على العارضة، بس نادية قبل ما تبتدين أبي أسألك، تذكرين أول واحدة مكياجتيها؟ شلون كان شعورك أول ما مكياجتي؟ أكيد أتذكر أول زبونة، طبعاً شعوري كان شعور ممتزج بالفرحة إن هي أول زبونة راح أنا أمكيجها. في نفس الوقت كان فيني خوف شوي قليل، بس كنت ما أبين هالخوف، وكنت يعني قاعدة أفكر بس شنو راح أسوي لها من مكياج على أساس تطلع من عندي راضية. طبعاً يعني أول يوم استلمت فيه مبلغ وكان مبلغ كلش بسيط، فرحتي كانت ما تنوصف. ان هالشيء يعني حصلتها من تعبي ومن شيء انا يعني قاعده احبه وانا اشتغل فيه. بس من بعدها بعد ابتديت اول تصوير لي مع الفنانه خالتي ابتسام عبد الله. طبعا اتذكر هاي الموقف لان خالتي لها مكانه وايد كبيره عندنا، فكانت فيني رهبه وايد كبيره ان يعني شلون خالتي راح امكيجها، او يمكن يطلع عندي اغلاط او يمكن تنتقدني في شيء، فكان هاي الشعور وايد مخيف بالنسبه لي. فهاي اتذكر اول بداياتي في المكياج. طيب نادي خلينا نبتدي، راح تحطين لها ميك اب، اخترتي الالوان اللي بتحطينها لها؟ اخترت لها اليوم طبعا الالوان الترابيه. وطبعا قبل لا ابتدي راح اشوف، راح اهيئ بشرتها، راح اشوف البشره شنو تحتاج يعني من بعض التضبيطات، يعني مثلا اشوف بشرتها هل هي دهنيه او جافه، وراح اعالج هاي الموضوع لان هاي شيء وايد مهم في المكياج. قبل لا ابتدي ان انا احط الميك اب لازم الاساس يكون عندي محطوط بطريقة صح. حلو. فالعارضة طبعا عندي بشرتها مايلة للون الأصفر، فراح أحط لها البرايمر. عندنا البرايمر عدة أنواع يعالج كذا شيء، فأول شيء راح أعالج لها الأصفرار، راح أستعمل لها برايمر بنفسجي لأن البنفسجي يعالج لي الشحوب. وطبعا لو كان في بشرة مثلا لونها أحمر راح أقللها ببرايمر لونه أخضر، ولو أنا عاجبني يعني لون البشره راح اخلي لها بس اكتفي بالبرايمر الشفاف. حلو، يعني هذه اشياء اساسيه انت قاعده تطبقينها، لان في ناس مثلا سيده يحطون الفونديشن وعقب اللوز باودر وخلاص. لا، لازم تشوفين اساس، تشوفين البشره شنو اللي تحتاج لها. اذا البشره كانت طبيعيه ما تحتاج لاي تعديل، طبعا راح احط لها بس البرايمر بلون شفاف لانه انا البشره عندي جاهزة، بس أنا لازم أهيئها في البداية. صح. وأخليها تأخذ وقتها، وأبتدي أول شيء طبعاً طريقتي أبتدي بالعين على أساس أن البشرة تأخذ وقتها، لأن لازم تقريباً نأخذ 10 دقائق قبل نبتدي نحط المكياج. فهني لما أبتدي أنا أرسم العين تكون البشرة خلاص تهيئت بالنسبة لي. يلا نبتدي. نبتدي. طبعا عبارة عن مرطب كريمي. هذه البرايمر قلت تستخدمينه هو لون البنفسجي. لون البنفسجي تعدلينه طبعا بنلاحظ ان البشرة بعد دقائق تبتدي يتغير لونها من اللون الاصفر، تميل لان هي تكون اكثر فيها اكثر نضارة. وهاي البرايمر طبعا بيساعدني ان اساسي يكون يظل لفترة اطول. في نفس الوقت يكون نفس المرطب حق البشرة. شو
تلاحظين الفرق انه ابتدى الوجه يتغير؟ صح. يعني نقدر نكتفي فيه بطبقة واحدة ولا نحط عدة طبقات؟ لا طبعا انا بحط طبقة واحدة بس انها هي تكون اكيد كافية. انت بتشوفين في البشرة بتحسين هل هي تحتاج ابتدت تاخذ مفعولها، يعني قاعد اللون يتغير او لا. فهني على هالاساس انت بتزيدين حاجتك. هني انا اكتفيت، ما راح احط لها اكثر، وبخلي البشرة تاخذ وقتها تتشرب البرايمر، وابتدي الحين باساس العين. طبعا في ناس وايد يجهلون ان العين نهائيا ما احط لها كريم الاساس. طيب ناديه، خبريني عن الناس اللي وقفوا معاك، من اللي ساندك، من اللي شجعك، من الناس اللي وقفوا معاك؟ طبعا في البدايه اول ما ابتديت في المكياج شجعني زوجي، حتى اتذكر انه قال لي ليش ما تبتدين حتى واحنا في الشقه في غرفه صغيره، وراح شرى لي حتى طاوله وخليناها في الغرفه، وكنت الكستمر استقبلهم حتى عندي في البيت. فحتى كان انه هو يعني يمكن يضحي شوي انه وقت اللي يكون عندي كاستمر يطلع في هاي الفتره من البيت ويرجع في وقت اللي الناس يطلعون من عندي. فهني ابتدى مشواري اول شيء، فكان مهتم حتى بانشغالي ومقدر هاي الشيء، فهاي كان تشجيع بالنسبه لي انه زوجي كان مشجعني ويعني مو بمعارض ان انا اكون مشغوله الفتره الطويله مع الكاستمر. طيب وغير زوجك مثلا، من اصدقائك، من الناس القراب منك؟ الناس القراب طبعا غير عن الوالدة، الوالدة كانت أقرب شخص بالنسبة لي، هي كانت دائما تشجع فيني وتقول لي إن نادية أنت تقدرين تسوين شيء اللي أنت تبينه توصلين له، كانت طبعا تهتم في ولدي أثناء غيابي. ومن الأصدقاء طبعا اللي وقفوا معاي وما أنسى لهم أفضلهم، طبعا أخوي المصور أحمد زاير، من البداية كان معاي في أول مشواري، طبعا ابتديت معاه من الصفر، بنيت اسمي وياه، هو ساعدني في هاي الشيء، كان دائما الاخو اللي موجود وقت اللي احتاج للنصيحه. فاول ما ابتديت شغلي معاه كان يقول لي ناديه مثلا طوري من نفسك في هالنقطه، حتى كانت انتقادات اللي ينتقدني مثلا في المكياج لما يصور، هو كمصور طبعا التصوير يطلع ادق العيوب، فكان دائما يقول لي ناديه مثلا عندك هالنقطه هني زايده مكياج، دائما مكياج، انا دائما احب المكياج الناعم، فهو دائما يقول لي ما عليه مكياجك ناعم بس لازم يعني حق التصوير هالشيء لازم يختلف شوي، تطلعين مكياجك اكثر. فنفس الشيء المكياج يعني مكياج التصوير ما يختلف عن مكياج العروس، فهاي الشيء اللي وايد ساعدني. طبعا حتى يوم في بروشاتي كان هو فتح لي الاستديو وسوى عنده الافتتاح، ويعني وقفاته كانت وايد ما تنسى. طبعا احيانا نقول ان الصديق وقت الضيق، هو مو بس وقت الضيق، ممكن ان الصديق مهما كان سواء كان زميل عمل او زميل دراسه يكون اكبر من كذي، ساعات يكون هو محور حياتنا، ممكن الصديق انه هو يساندنا، ممكن انه هو يكون معنا في الحلوه ويكون معنا في المره. طيب ناديه نكمل، طبعا نواصل، انت اثناء كلامك ذكرتي البروشات ان احمد كان له طبعا دور كبير في البروشات الاحترافية اللي هذه ميزت نادية زين، أبيك الحين تتكلمين بشكل أوسع عن البروشات. طبعا طلعت فكرة الفرش أول شيء أول ما رحت المعهد في لندن، كانت الفكرة موجودة عندي من فترة طويلة بس لحين يعني ما قعدت أشتغل على أن أنا أطلع لي فرش. عقب ما رحت المعهد في لندن خلال دراستي هناك، لما كنت اشتغل مع البنات كانوا في الاكاديميه دائما يحسسوني انه يعني مستواك ما شاء الله وايد حلو، وكانوا يحبون انهم يمدحوني انه واحده جايه لنا من الخليج، فدائما كانوا يقولون لي ليش انت ما قاعده تشتغلين على روحك، ليش ما تسوين نفس طريقه الاكاديميه عندك في البحرين. فعقب ما رجعت البحرين قعدت ابحث واحاول ان انا ادور، بس طبعا لي موقف مع صديقتي لما كنت قاعده معاها في يوم وكنت اسولف معاها تقولي ليش ما تسوين لك الفرش ناديه، شنو ناطره؟ فكنت اقول لها ما اعرف يعني انا يمكن فكرت وايد ان انا بسوي بس لحين ما اتخذت هاي القرار. فقالت لي لا خلاص انت الحين في مرحله انه لازم تبتدين هاي الخطوه. فشجعتني فعلا اليوم الثاني على طول قررت ان انا اروح اشوف المصانع وادور لي على فرش جودتها تكون نفس المستوى اللي انا ابيه، وانتقيت طبعا افضل الفرش اللي انا ما استغنى عنها، وقعدت ان احاول اخليهم في طقم متكامل. طبعا ناديه تكلمتي عن البروشات، راح تمكيجينها ببروشاتك، فنبي نشوف يعني شنو البروشات تستخدمينها حق وين
وتوصلين طبعا العين، تحطين الفاونديشن. يلا نبتدي. قلت الالوان ترابيه. الوان ترابيه، فاول شيء الحين راح احدد زاويه العين، كني قاعده اسوي كونتور حق العين. ناديه، لاحظنا طبعا البروشات مسجله بارقام تسلسليه، وهذه طبعا الارقام هي تكون عالميه، يعني اي شخص يسال عن اي رقم، رقم مثلا بروش معين، يكون مندرج تحت ناديه زيد. كلميني عن هذا الشيء، يعني شو اللي الفكره، من وين استوحيتيها يعني، او ليش مثلا حبيتي انه يكون عندك هذه البراند ويكون مسجل برقم متسلسل وعالميا؟ طبعا انا حبيت كني اعطي هويه حق كل فرشه، على اساس انه لو بغينا نتكلم عن فرشه يكون لها يعني رقم يرجع للواحد. لو انا مثلا بتكلم عن هاي الفرشه مثلا اللي استعملها الحين رقم 4، فاللي تبي تتعلم مثلا المكياج بتكون عارفه مثلا شنو هويه هاي الفرشه. وما كنت حابه انهم يكونون كلهم بس تحت اسم ناديه زيد من غير ارقام تسلسليه. يعني البروشات طبعا كثيره، وحتى البراندز يعني يمكن اكثر، بس الارقام عاده تكون يعني نادره، مو كل من يعني يسجل البروشات تحت ارقام معينه، وكل بروش لا يعني عمل معين او حق جزء معين من الوجه يتم استخدامه فيه. صح، كل فرشاه طبعا لها وظيفتها هي. يعني في فرش تكون وظيفتها بس للعين، وفي فرش تكون وظيفتها للوجه. ويعني انت في النهايه ارجع واقول انت تقدرين، حتى لو هاي الفرشاه ما تعطيني هاي الوظيفه او ان هي مسويينها مصنعينها حق وظيفه ثانيه، انت وارتياحك. يعني لما يدك تاخذ على شيء معين خلاص عادي انك تستعملين الفرشاه حق اي شيء انت ترتاحين له. طيب ناديه، انت تاخذين عاده قراراتك بنفسك، ولا انت من الناس اللي تحبين تشاركين الناس اللي حولك في قرارك، تشاورينهم تاخذين رايهم في شيء؟ انا طبعا دائما احب اخذ النصيحه قبل لا اسوي اي خطوه، فتلاقيني دائما ارجع حق اصدقائي حق بيتنا مثلا، لازم اخذ منهم المشوره قبل لا اسوي اي خطوه. زين، الحين طبعا بخلي لها تدرجات براون شويه، تدرجات اغمج. في اسس حق العين لازم اعطيها نفس التخطيط، فلما ارسم العين لازم اوازن بينهم. الحين في السموك المفتوح اول شيء لازم احط في بالي ان انا الزاويه اللي ابي احطها غامجه لازم هي تكون اقل من نص العين، فلازم ما اتعدى هني الغامج ما يتعدى لنص العين، ولا الزاويه اللي من فوق ما ارسمها لنص العين لان تطلع غلط شكلها. فيا ان ازيدها او ان هي تكون اقل من نص العين، هاي القاعده اللي لازم ناخذها في رسم زاويه العين. من كذي الميك اب يعني يكون متقن، يعني في قياسات معينه، في يعني انا اعتقد حتى يمكن تقاطيع الوجه لها علاقه ناديه. صح، كل عين طبعا لها رسمه معينه من حيث زاويه العين، ولا من حيث الكحل، ولا من زاويه الكحل من تحت شلون بنرسمها، كل هاي الاشياء تاثر طبعا من تقاطيع الوجه. زين، انت ذكرتي الزاويه المفتوحه او السموكي المفتوح، شنو الفرق بينه وبين السموكي العادي؟ طبعا السموكي هو يكون لك لون كامل على الجفن، سواء كان لون غامج او فاتح على الجفن المتحرك كامل. بس السموكي المفتوح اللي احنا طبعا الحين قاعدين نسوي، اللي هو يجيلك اللون الغامج من الزاويه واللون الفاتح يكون من داخل. في ناس نادي يبتدون المكياج اول شيء يحطون الاساس فونديشن. انت ما حطيتي الفونديشن بس حطيتي البرايمر، فهل هذه الطريقه صحيحه ولا كل واحد وعلى طريقته؟ طبعا هي مو بغلط لما انا ابتدي الاساس اول شيء، بس انا افضل ان انا ارسم اول شيء العين على اساس لو تناثر لي اي ميك اب او شيء ان عادي ما عندي اي مشكله، ارسم العين واكون مرتاحه اكثر. بس في النهايه بتكون يعني بحط الفونديشن على اساس على الاقل نظيف. يعني لو ان انا بحط الفونديشن اول شيء بظل وايد احاسب له. صح، فهاي يعني كنا يوفر علي الوقت اكثر. الحين طبعا بنحط الفونديشن، هيا تساعديني. يلا نحط الفونديشن. هذا نستعمل فرشاه الفونديشن، هذه الفرشاه
وبنستعمل فونديشن فاليري. طبعا نستعمل الفونديشن السائل. خلين هاي الباليت عندك. الحين بنوزع الفونديشن على البشرة. اوكي بتوزعينه على كامل الوجه. ممكن تكتفين بهاي الفرشاة انك تحددين بس من تحت العين. بس حددي لي هالجهة الثانية عشان أسهل عليك الفونديشن. الحين طبعا حسيتي شلون قاعدة تحطين الفونديشن في البشرة. اي انت قلتي ان تحديد ف اوكي في عساس سهل عليك. الحين جربي هاي الفرشة وتشوفي شلون هي بتساعدك انك تنشرين توزعين الفونديشن كامل على الوجه بطريقة دائرية. وزعي كامل. الحلو في هاي الفرشة ان هي توزع لك فونديشن بكامل الوجه. حسيت الحين شو قاعد توزعين؟ انا احب لما الواحد قدامي يتعلم اساسيات المكياج واسهل يعني عرفتي ان هذه لان اصغر فياخذ لي وقت صح. اطول هذه بسرعه بتوزع لك في نفس الوقت بثبت لك المكياج بطريقه الطبطبه. يعني بهذه نطبطب طبطبي الحين يعني وزعت لك عقب ما وزعت بتطبطبين على اساس تثبتين المكياج. روحها المرحة شخصيتها علاقتها مع المتدربات اسلوبها في الميك اب اللي يميزها ما بين الميك اب ارتست الموجودين في البحرين. اللي يميز نادية زيد عن غيرها يمكن بحكم تعاملي المستمر معاها في مجال التصوير حق المودلز والفاشن ان هي اكتسبت خبرة كافية في مجال المكياج للتصوير. واللي ميزها فيها ان طموحها يعني اللي حبيت فيها طموحها. احنا يوم بدينا مع بعض تساعدنا مع بعض فكان اول بداياتها. نادية طموحاتك اكيد كثيرة يمكن انت اليوم حققتي جزء منها فهل عندك حلم معين يعني حابة ان انت تسعين له وتحققينه؟ ان شاء الله اتمنى ان اسمي يعني يكون كبراند عالمي ما يوقف بس على الخليج. ان شاء الله اتمنى يعني اشرف ديرتي البحرين ان يتكلمون ان في ماركه بحرينيه تكون مو بس مختصه بس بالفرش تكون ان شاء الله لحتى المكياج. واتمنى ان شاء الله ان بدل ما يكون عندي صالون صغير ان شاء الله يكون عندي نفس مركز التجميل يكون شامل لكل شيء ان شاء الله. الله يوفقك. طيب ناديه تحبين توجهين نصيحه او رساله للناس؟ طبعا اتمنى من كل مراه ان تكون عندها ثقه في نفسها وتحدد هدفها طبعا تخطط له وتحاول ان هي تسعى له حتى لو بتواجهها في البدايه صعوبات لا تتعب بالعكس تصمم على هدفها واكيد ان شاء الله من بعد التعب ان شاء الله راح تجني اللي هي سعت له. سر المهنه طبعا احتفظ في نفسي. لا طبعا هذا سر يعني وامانه يعتبر. لا اكيد بشارك مع الاخرين لاني بالنهايه انا مسؤول عن تطوير المجتمع اللي عايش فيه. انا ما معقول اكون اناني وسولفش يعني. لا والله احتفظ في نفسي عشان يعني امتاز في الشيء هذا ولا يندثر عند العالم كلها. لا بشاركه مع الاخرين طبعا هو لانه هو اعطاني اياه على اساس انه يفيدني صح فانا اكيد بدي افيد الناس. لا بالنسبة لي عادي بعلم الآخرين يعني ما أدري يعني عشان الناس الثانيين يعني ما احتكر شيء حق نفسي أعلم الناس الثانيين عادي يعني. لا أحتفظ بنفسي لأن هاي هالإنسان أمني على السر يعني مو من حقي يعني أقول شيء مو خاص فيني أنا خاص بشخص غير يعني. هل فعلا في فرق بين صديق وصديق؟ أكيد الصديق الحقيقي هو الإنسان اللي اختبرناه مرة بعد مرة وشفناه صامد في وفائه وثابت على ولائه. هو الإنسان اللي عرفك وانت صغير وظل معاك وعرفك وانت كبير وما تناساك. هو الإنسان اللي شافك فقير وما تأثر وشافك غني وما تغير. صحيح اللي قالوا الأصدقاء أصناف بعضهم ما نقدر نعيش بدونهم ولا نستغني عنهم مثل الهواء والماء. وبعضهم يمكن ما نشوفهم كل يوم لكن وقت الشدايد نلقاهم معانا.
أحياناً نوقف محتارين قبل ما ناخذ أي قرار له علاقة بالمستقبل، تخصص دراسي، زواج، وحتى في اختيار الوظائف. نسأل نفسنا شو الخيار الأفضل على المدى البعيد، وأي مجال اللي فيه التوفيق والنجاح. طيب شو السبب؟ السبب بسيط، عبارة عن نقطة حيوية في الغالب تكون مخفية في حياتنا. شعلة على الدرب، نقطة الانطلاق هي النقطة المحورية اللي لازم كل واحد منا يبحث عنها ويكتشفها في حياته. تعرف على نقاط القوة في حياتك وطورها، ونقاط الضعف عشان تقويها، ودائما ركز على هدف واحد، لأن البداية الصحيحة بتكون منك.